عباد الله، إن للفتح من الله على العبد أسباباً لا بد أن تتوفر عند العبد، فمنها التوكل عليه واللجوء إليه ودعاؤه والطلب منه والركون إلى جنبه. فإن العبد إذا عقد أمله بالله ولم يرجو إلا الله ولم يدعو غيره ولم يثق إلا به ولم يتوجه إلا إليه، فتح الله عليه ما أغلق من الأبواب وما استعصى من المسالك. وهذا الصدق في قلب العبد هو السبب في توفيق الرب سبحانه وتعالى. فإذا ركن العبد إلى ربه فتح عليه من رحمته وسكون قلبه وطمأنينة نفسه، حتى لو كان مسجوناً مأسوراً في جب عميق. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال شيخ الإسلام وهو في حبسه في الإسكندرية: إني والله العظيم في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري كله. وقد فتح الله سبحانه من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال ولا يدور في الخيال. ثم قال: فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية. ألا ترى أن بعض الناس إذا قرأوا القرآن فتح لهم في معانيه، فتح لهم في أسراره شيء عظيم، وذلك بما لديهم من العلم بلغة العرب وأسباب التنزيل وآلات التأويل والتفسير مع الصدق مع الله واللجوء إليه، فاتخذ الأسباب بامتلاك الآلة وتوكل على الله فانفتحت المغاليق. واتقوا الله ويعلمكم الله، فالتقوى من أعظم أسباب الفتح من الرب في الرزق والبركة والعلم والطمأنينة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبالتقوى يأتيك الرزق ويفتح الله عليك من أبوابه ما يفتح من تجارات وبركة في بيع وشراء وصفقات وتوفيق وإلهام وحدس صحيح فيما تختار من أنواع الاستثمار. مثلاً فتجد أن الأرباح تأتي فيه والتيسير من الله بما ترزقه منه سبحانه وتعالى، فيفتح الله لبعض الناس في الصناعة ولبعضهم في الزراعة ولبعضهم في التجارة، فهذا في المستوردات وهذا في العقار وهذا في اللباس وهذا وهذا من الأنواع المختلفة.